حياخذ خيارين، ما قراركم ما هو اليوم، قراركم حيكون على الهواء يوم الاثنين، انتوا تختاروا واحد من الاثنين. اتفضل معي الليله في هالمكان الرائع الجميل اللي حيكون فيه انت النجم، الاسم الاول من مجنون نيلة، حسميهم الفنانين، الفنان عمر بن هذال، الفنان محمد الزعازعي، الفنان عادل بن هيف، الفنان فهد المطيري، ايضا الفنان احمد الفراج، وايضا الفنان ابراهيم النجاشي، وحيكون معنا مهند الفيصل. عشان ما نطول الفقرة، كم نجم موجود على المسرح اخذ انت النجم في الاسابيع اللي راحت؟ شباب انا سألت سؤال، من اللي فيكم اخذ انت النجم قبل كذا؟ مهند الفيصل وفهد فقط، الباقي كلكم اخذتوها جديدين. شباب رسالة بس لكل المشاهدين، راجعوا اول مسرحية وثاني مسرحية في البرنامج وشوفوا مسرحيات اليوم جالسين يصنعون فرق، واكبر دليل انه انت النجم جالسين الضيوف يختلفون فيهم. الليلة عشان ما اطول عليكم بدون كلمات، النجم غريبة الاطوار راحت لمكان بعيد كل البعد عن مراحل اللي راحت، اللي حذكر اسمه حقول له اتفضل انت مو معانا. واول اسم حقوله يا احمد الفراج، خذ معاك مهند الفيصل وتفضلوا. يلا يا ابوي الليله انت النجم يا جمهور الكريم، ادري اني على اعصابكم، الف مبروك ويستاهل. يلا يا ابوي، اتفقوا على اداره التحكيم او لجنه التحكيم انه بطل. يلا يا ابوي، والظاهر اني صريت وانا ماني ناوي على المسرح. يلا يا ابوي، الظاهر اني غريب الاطوار وعني ما احد يدرى. المبروك للي قدم رساله واضحه بوقت قصير، حاب اقول لك المبروك يا نجاشي. كفو، تستاهل. ليش تاخذها؟ ارتاحوا شباب، الجرعة سريع ما في وقت بالله. اول فريق الليلة شباب، بالله شباب لو سمحتوا. يا طيب باقي اعلان نتائج باقي. والله قهر يا مخلاها. الاسم الاول محمد الزعازعي، اول اسم معي سلطان العنزي. طلعت لي ورقتين ما حرجعها. فهد